صار شيرنج للشاشة. نعم استاذ. تم اخوان اكسبيرمنت نمبر 1 اللي هي انالوج تو ديجيتال كونفرتر. شنو اخوان الانالوج تو ديجيتال كونفرتر؟ هذا اخوان التجربه انا خليتها على المقدمه، اعطيتكم تجربتين على المقدمه اللي هي شلون نحول من انالوج لديجيتال ومن ديجيتال الى انالوج. التجربه الاولى هي انالوج تو ديجيتال كونفرتر. الهدف من التجربه هو تو ستدي اوبريشن اوف ا تيبيكال انالوج تو ديجيتال كونفرتر، يعني نعرف شنو عمل الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. واحنا عرفنا انه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر من كونه من سامبلر زائد كوانتايزر. يعني انا اسوي سامبلنج للسيجنال، اساسا نكتب برنامج شلون نعمل سامبلنج للسيجنال وشلون نسوي له كوانتايزيشن. المجموع مالنا اخوان هو يحول له سيجنال من انالوج الى شنو؟ الى ديسكريت. واضح اخوان؟ اذا الهدف الاول نعرف عمل الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، بعدين ندرس the effect of quantization on the accuracy of digital signal the effect of number of bit and on the quantization error. يعني انا اعرف اخوان من اقول له الورد لينث، يعني من مثلا اخذها 3 بت، اذا الليفل مال الكوانتايزيشن راح يكون شنو؟ 8 ليفل. اذا اخذها مثلا الان مثلا 8، راح الليفل مال الكوانتايزيشن شو يكون عندي؟ راح يكون عندي 256 ليفل. اذا الان 10 راح يصير عندي الليفل 1024 عندي ليفل. وهكذا اخوان اشوف تاثير النمبر اوف بت اللي هو الان بالورد لينث، اشوف تاثيره على الكوانتايزيشن شنو الايرور. ايش قد يزداد الاعتياد راح ايش قد نشوف راح نلاحظ ايش قد يزداد الان راح الايرور مالته شنو؟ الايرور مالته شو يكون عندي شنو؟ اقل. ويا ان اذا اخذ ان 16 راح الايرور يكون شنو؟ ابروج تو زيرو. هذه اخوان ماخذها انا لكم شنو؟ السامبل داتا سيستم. شرحت لكم اياها بالانترودكشن الاولى، قلنا السامبل داتا سيستم هو اي سيستم اذا به سيجنال. تسمعوني مو واضح طلاب؟ نعم واضح استاذ واضح. السيجنال مالتي اذا السيستم مالتي هذا السيستم مالتي اذا به قسم من السيجنال انالوج وقسم من السيجنال ديسكريت او ديجيتال، نقول هذا السيستم مالتي نسميه سامبل داتا سيستم. لاحظ اخوان انا التجربه ما تتركز هنا، عندي هذا قلنا شنو؟ عندي انا يعني الكنترولر هنا بالديجيتال تكون شنو؟ كمبيوتر اللي هي عباره عن مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر. بما انه انا يعني عندي كمبيوتر اذا احتاج احول السيجنال شنو؟ الى شنو؟ الى ديجيتال. فانا عندي سيجنال احولها الى ديجيتال اذا احتاج الى سامبلر، ومن احتاج الى سامبلر احولها شنو؟ كوانتايزر، واحول السيجنال من انالوج شنو الى ديجيتال، انت تدخل الى الكمبيوتر شنو تدخل ديجيتال سيجنال اخوان. هذا من التجربه من النظري ما اخذناه بالتجربه الاولى هو شلون احول السيجنال من انالوج الى ديجيتال. انتم اهم شيء البرمجه شلون راح تسوونها. هذا اخوانا شرحناها، هذا السامبلنج ثيوري اخذنا السامبلنج ثيوري. اذا سيجنال انا اذا احولها الى ديجيتال لازم اعملها بالبدايه سامبل، بعدين شفت اخوان ربطنا بين السامبل وبين الديسكريت، قلنا الزيت يساوينا اي تو بور اس تي هسه مثل ما اشتقيناها وحولناها. وعباره عن شنو السامبلر؟ هو عباره عن الكترونيك سويتش حاصل ملتيبليكيشن بين السيجنال مالتي اللي هي نسميها هنا ار اف تي وبين الترين اوف امبلسز، والاوتبوت هو السامبل سيجنال ار سامبل يعني ستار اوف تي سما سامبل سيجنال، هي ملتيبليكيشن بين تو سيجنال. لاحظ اخوان انا هنا كاتب من ماينس انفينيتي الى انفينيتي يعني باي لاترال، يعني اخوان تاخذ شنو على كل انترفال مالتي، بس احنا بزت ترانسفورم اخوان ناخذها من ان اكول صفر الى انفينيتي يوني لاترال، يعني من ان اكول صفر الى شنو؟ الى انفينيتي. وهذا الانفلاب اخوان ياخذ شكل السيجنال هذه اللي هو عباره عن بلس امبليتيود شنو؟ مودوليشن. هذا اخوان ملاحظكم اياه. والسيجنال هذه معرفكم شنو؟ السامبلنج فريكونسي يساوي 1 اوفر تي، والتي هي شنو؟ البريود، البريود مال السامبلنج بريود مالتي. وقلنا السامبلنج فريكونسي راح يعتمد على السيجنال هذا اخوان، شلون يعتمد على السيجنال هذه؟ ايش قد الفريكونسي مال هذا السيجنال؟ اخذ هذا التردد ماله اكثر من هذه ب 20 تايمز بالمحاضره الاولى، يعني اخذ تردد هذه اكثر من هذه ب 20 مره، ليش؟ على مود احصل على نفس مواصفات الكونتينوس. اذا اريد احصل على نفس المواصفات اخذ 20 مره بقدر الباندويث مال هذه. ايش قد الباندويث مال هذا الفريكونسي؟ اخذ هذه شنو؟ 20 مره بقدره. على مود احصى على نفس المواصفات للانالوج سيجنال مالتي. وهذا اخوان شلون هذا السيجنال سامبل، يعني سويت له سامبل. هذا اخوان شلون امثلها؟ شلون احولها لكوانتايز؟
هذا يقول الليفل مال السيجنال مالتي، هذا اللي هو النقاط، هذا الليفل مال السيجنال، هذا الليفل مال السيجنال. من اسوي لك كوانتايز شلون يا اخوان، هذا يجي يحدد لي الليفل ايش قد هذا قيمه الليفل. مثل هنا بالكوانتايز 1.4 هذا قيمته 2، هذا الليفل قيمته 2، هذا قيمته 2.4، هذا قيمته 2.7 الاكشوال فاليو اللي هو. بعدين انا من اسوي لك كوانتايز، من اسوي لك كوانتايز يا اخوان، معناته هذا الليفل بالكوانت اقربه، فذلك اطلع عند الايرور بالكوانتايزيشن، راح يكون عندي هذا الايرور. ليش؟ يعني يعتمد على النمبر اوف ليفل، النمبر اوف بت الورد ليست اللي هي الان. هنا 1.4 قربنا على الواحد، هنا قيمته 2 اخذ قيمته 2، هذا 2.4 اقل يا اخوان، اقل من ال يعني انا اقرب اقرب ليفل، اقرب ليفل هو شنو 2، فقربته ل 2 وهكذا الليفل هذا قربته. اذا اخوان هذا مفهوم التجربه هو كنظري شنو السامبلر، هي مالتيبليكيشن بين تو سيجنال، هي السيجنال مالتي هي الار اف تي مضروبه بترين اوف امبلسز وحصل على السامبل سيجنال. السامبل سيجنال مالتي اشوف مقدار الليفل هذا اللي هو هذا النقاط، مقدار الليفل مالتي واقول هذا كوانتايزيشن ليفل. الكوانتايزيشن ليفل محدد بالنمبر اوف بت بالورد، ايش قد الان مثلا 3، اذا الان بت تكون عندي 8 ليفل، عندي مثل الان 8 راح يصير عندي 256 ليفل. ايش قد ازداد الورد لينث الان مالت الليفل راح يزداد، مالت الايرور راح شنو يكون على الكوانتايزيشن ايرور راح يقل. ليش؟ لان هذا التقريب مالتي 1.1.4 قربته الى واحد، راح يكون هذا اكو ليفلات اقرب اللي هو، فيصير قيمه الايرور شو يكون؟ اقل. اهم شيء اخوان البرمجه شلون تفهمونها؟ انا اسوي اخوان برمجيا شلون راح اجي اكتبها؟ انا بالبرنامج مالتي حددت قلت لك اخذ الفريكونسي الاف صاملك اخذ شنو 20 هرتز. اذا صاملك بريود ايش قد تكون التي اخوان؟ مقلوب مالته واحد التي التي كابيتال، التي كابيتال تصير 1 على 20 ويساوينا مثلا 0.05. الان كاتب لك اياها مره اخذها 3، مره اخذها 8، مره اخذها شنو 10. هسه اذا اخذناها 3 يعني النمبر اوف الورد لينث ايش قد اخذتها انا 3، يعني عندي الليفل مال الكوانتايزيشن الليفل شو تكون 2 تو باور ان 2 تو باور 3 ايش قد يصير عندي 8 ليفل، يعني 0 1 الى حد السبعه. يعني هذا الليفل مالته شو تكون الان هي النمبر اوف بيت بير وورد، يعني يعطيني كوانتايزيشن ليفل انا محددك بها بالبرمجه، كاتب لك الصامد فريونس ياخذ 20، اذا الصامد بريود راح يصير 1 على 20 ويساوي 0.05. بعدين كاتب لك الان اخذها بالبدايه 3، بعدين الان 8، بعدين الان 10، بس مجرد راح تغيرهم بالبرنامج عند رقم تفهمون شنو الكوانتايزيشن الاب راح يصير. والفريكونسي بدل ما كان 1 على 20 الصامد بريود راح يصير 1 على 10، يصير شنو 0.1، ونعيد نفس التجربه. هذا اخوان انا جبت لك البرنامج، البرنامج شلون اسوي؟ اسوي جنريشن مثلا انا شنو السيجنال مالتي؟ السيجنال مالتي مثلا ساين، ساو توث، كوساين، رام، اي نوع من السيجنال مالتي؟ اخذنا انا اخذت السيجنال، اخذت لكم تو سيجنال، هنا سيجنال اسوي جنريشن للسيجنال مالتي اذا كان الساين، الساين اخوان الاكس كاتب انا ساين اوميجا تي، ساين اوميجا تي، الاوميجا شنو هي؟ 2 باي في الاف. متام هذا الصاملك التي اس ياخذ له شنو هو ايش قد انا هنا معتمد على الصاملك بريود اما احول شنو الى سامبل ديجيتال سيجنال اقول هنا هنا اخوان هذه استيت ما سوى جنريشن للسيجنال مالتي السيجنال مالتي هي كوساين او سيجنال مالتي ساين او السيجنال مالتي ساو توث هنا بالبرنامج انا معطيكم مره ساين ومره معطيكم شنو ساين ساين توث عفوا ساو توث ساو توث معطيكم اياه او ساين او كوساين تقدر تكتب بدل ساين بس تكتب كوساين هنا ساو توث السيجنال مالتي يعني سيجنال منشاريه تطلع الشكل يعني شكل على شكل شلون يعني شكل سيجنال منشاريه تكون ساو توث سيجنال ساين 2 باي ايش قد الاف اف 1 هذا الصاملق الصاملق فريكونسي ايش قد راح يتغير اخوان صفر البريود مالتي الانترفال مالتي هذا الصاملق بريود ايش قد تكون صاملق بريود مثلا ايش قد قيمته الفريكونسي انا عندي 20 اخذ الصاملك بريود 1 على 20 يطلع لي 0.05 ان ستيب باي ستيب يعني ان تي مره 0.05 ايش يصير 0.05 مضروبه في 2 3.05 وهكذا الى ان اصل 2 الى ان تفضل شنو قيمته 2 هذا عرفت هذا اخوان جنريشن هذا جنريشن للسامبل ديجيتال سيجنال ساين 2 باي اف في تي اس هذا سويته جنريشن واذا استخدم الساو توث
هذا جنريشن لها، بس مجرد سويت لها جنريشن مو اكثر. يعني الساعه هنا معروفه هي نعم الساعه عبد الله موجود بس النت شويه ضعيف. من وين شيء؟ مو من زي عيوني الدلل محمد. عيوني الدلل محمد. خوش هذا عمل عندنا اخوان. الخطوه الاولى انا اسوي جنريشن للسيجنال مالتي، اسوي جنريشن للسيجنال مالتي واخذت السامبلنج فريكونسي ايش قد مثلا 20 او السامبلنج فريكونسي 10 او السامبلنج فريكونسي مثلا 30 حسب ايش قد الموظف كان سامبلنج فريكونسي. سوينا جنريشن هذا اخوان تعرفوا انت الساين هي كوساين اوميجا تي ماكو اكثر منه، والساو توث هم نفسك ساو توث اكتب كوساين اوميجا تي اللي عفوا هذه يعني اذا كانت كوساين اوميجا تي او هذه ساو توث 2 باي يعني اوميجا تي اللي هي 2 باي في الاف اللي قيمته 1 في التي اس اللي ياخذها السامبلنج لعمود احولها السامبل ديجيتال سيجنال. هذا اخوان هسه لا اشوفكم برمجيا اشوفكم تحل افتح الماتلاب واشوفكم حاله حاله. هسه عن الاكس اوف ان 1 السيجنال هذه مالتي لو تلاحظون هذا السيجنال مالتي الامبليتيود مالها قيمته ايش قد هي قيمته 1. اذا الاكس اوف تي راح تطلع لي سينوسويدال من ماينس واحد الى واحد. البيك تو بيك هذا البيك تو بيك اللي هي ايش قد اخوان راح تظهر لي من ناقص واحد الى واحد ساين. كلكم شايفين الموجه الساين بس الموجه الساين راح تتارجح من ناقص واحد الى واحد. بهذا من اقول اكس ساين 2 باي مضروبه في التي اس راح تطلع لي ساين ويف وتتارجح لي من ناقص واحد الى واحد. هسه افتح لكم الماتلاب واشوفكم اياها. بعدين اني انا اريد اسوي له شو اسمي اعمل كوانتايزر. شلون اعمل كوانتايزر؟ لازم اسوي له شيفت للاعلى كلها. من اسوي له شيفت للاعلى هي تبدي تتارجح من ناقص واحد اخوان الى واحد. فاقول بما انه الامبليتيود مالها من ناقص واحد الى واحد بكتب اكس اوف ان عمود اسوي له شيفت كله يصير فوق الاكس اكسس. سكتبته اكس بلس 1. ليش اخوان واحد يقول ليش ما اخذناها اثنين رقم اثنين او رقم ثلاثه؟ لان انا عندي الامبليتود مالتي البيك تو بيك من ناقص واحد الى واحد، فايش قد عندي بالاسفل؟ عندي من الصفر للناقص واحد، اضيف واحد اضيف هنا واحد فصارت الاكس اوف ان هي نفس الاكس بس شنو صار بها شيفتنج للاعلى؟ فصارت من صفر الى اثنين. سيجنال الشيفتنج ناو من صفر الى اثنين صارت لان كانت من ناقص واحد الى واحد تظهر السينوسويدال الاخوان، نفس السينوسويدال مالنا بس الامبليتود البيك تو بيك من ناقص واحد الى واحد. هذا واحد شلون نلاحظ اخوان؟ من انت تنفذون البرنامج بس اكتب بلوت اكس اوف بلوت اكس او بلوت اكس اوف ان 1 او بلوت اكس ان 2 راح تشوفون شكل السيجنال تظهر مالتك. انا لان شنو ليش اخوان سويت شيفتنج؟ اريد اسوي له سكيلينج على 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 الكوانتايزر الكوانتايزيشن ليفل. اريد اسوي له سكيلينج، اذا اسوي له شيفتنج اسوي له اب مقدار واحد لان مقدار البيك النازل هو ناقص واحد رفعته كتبت بلس 1. اذا بالامتحان جبت لك اياها 2 ساين او 4 او 4 ساين او 5 ساين هذا اخوان يصير زياده 2 او يصير زياده 5 او يصير زياده 10 ترفع عليها فوق مقدار البيج النازل. ايش قد النيجاتيف بيج النازل مالها؟ اقدر هنا من ناقص واحد كتبت زياده 1 او ارفعها للاعلى. الاكس ان اوف 2 سيجنال از سكيل تو انالوج تو ديجيتال رينج. زين اخوان اني عند الكوانتايزيشن ليفل ايش قد؟ ايش قد انا ماخذ نمبر اوف بت؟ ماخذها على سبيل المثال ثلاثه. اذا اخوان هذه اوسعها على كل الانترفال مالتي. شلون اوسعها؟ اقول اكس اوف ان 2 يساوي اكس اوف ان هاي تنطيني شنو؟ الانترفال مالتي اللي صار من صفر الى اثنين. اكس اوف ان 1 الانترفال مالتي من صفر الى اثنين. زين انا اقدر ارفع الليفل على كل الكوانتايز ليفل. ايش قد الكوانتايز ليفل اخوان؟ انا عندي ان يعني 2 تو باور ان ليفل. اذا شو تصير اخوان 2 تو باور ان انا هذه منطيها اول ستيم منطيها من صفر الى اثنين. ايش قد بقى؟ بقى عندي ان ناقص واحد من الليفلات بصير اكس اوف ان مضروبه 2 تو باور ان ناقص واحد. كانك اذا ليش انا كتبت هذه اكس اوف ان 1 2 تو انا متاخذ هذا الليفل نفسه 2 واوسع به اوسع على كل سكيلز مال الليفل مالتي. فايش راح ينطيني اخوان؟ راح يصير الشاره مالتي هنا مو اكس ان 1 من صفر الى اثنين، هنا راح يصير من صفر الى ايش قد قيمه الان؟ لو فرضنا الان كان ثلاثه، راح يصير من صفر الى ثمانيه، يعني البيك تو بيك يعني سويت له شيفتنج سويته من صفر الى ثمانيه،
بعدد الليفل مال الكوانتايزيشن ليفل. يعني كوانتايزيشن ليفل 2 تو باور ان، الان ايش قد انا عندي 3 يصير عندي 8 ليفل. فانا شلون اسوي 8 ليفل اخوان؟ اقول 2 تو باور ان ناقص 1 مضروب هذا نفسه اكس اوف ان راح تعطيك قيمه الان اللي هو من 0 ل 2 راح تعطيني 8 ليفل هنا. شلون تلاحظون اكتب بس اكتب بلوت متفضل البرنامج اكتب بلوت اكس ان 2 راح تشوف ان الليفل صارت من 0 الى 8. زين لو كان عند الليفل 256 يعني ان 8 بس مجرد راح تصير هذه x of n1 2 to power n ايش قد صارت ايش قد قيمة 8 اذا كانت 10 راح تصير 1024 ليفل مالتي كلها راح تطلع لك. احنا ناخذ ببساطة اخوان عم تكون واضحة لكم ناخذ 3 عم تلاحظونها بصورة جيدة من 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 تنطون بلوت x of n 3 اسوي لها فلور اخوان. هسه انا سويت للسيجنال x x n 2 سويت له شنو سكيلت للكوانتايزيشن ليفل. هسه انا اذا اسوي لها اقربها الاقرب انتجر ايش قد انا عند الليفل مالتي 8 من اسوي لها فلور اخوان هي راح تقرب الاقرب ليفل. ليش؟ لان تصير راح تصير من 0 ل 7. من 0 ل 7 عندي 8 ليفل لان الصفر محسوب الليفل ات زيرو محسوب اذا تصير ل 7. فبعد ال 7 شنو تاشر لي حد الليفل مالتي فلور يعني تاشر لك تقرب لك للانتجر. سيجنال از كوانتايز فلور راوند نمبر دوت انتجر يعني تقرب لك اياها للانتجر. اسوي كوانتايز اكس ان اوف 4. هسه اخوان نبدا البرنامج شوفكم اياها واحده واحده. قلت لنا شوفكم اياها حكيت بس اتكلمكم اياها تعرفون جاي يصير. يصير اكس اوف ان 3. زين اخوان اني هذا سويت لها كوانتايز ارجعها للاصل. الاصل مالتي شنو هو؟ الاصل مالتي هي الاكس من ناقص 1 الى 1. ارد ارجعها اخوان من ارد ارجعها كان الـ xn of 4 راح تصير مقل عكس الـ x of 2 الـ xn of 2 أقسم هذه ضربناها 2 to power n ناقص 1 هنا أقسمها على 2 to power n ناقص 1 فكأن الليفل مالتي هذا أنا هنا رجعته من xn 4 هذا x of 3 رجعته إلى الـ xn of 2. بعد أنا عندي ستيب أخرى عندي هذا ايش راح تنطيني؟ راح تنطيني أخوان صار الليفل مالتي من 0 إلى 2 كان صار عندي xn of 1 يعني هذه الـ xn of 4 كان رجعتها الـ xn of 1 بس شنو اخوان سويت لها عملت لها كوانتايز سويت لها كوانتايزيشن الـ xn of 5 اخوان راح اصير لها الـ xn of 4 ناقص انا هي مضيفة عم سويت لها شيفتنج للاعلى لان هي كانت من ناقص 1 الى 1 الـ x انا سويت لها شيفتنج مقدار 1 صارت من 0 ل 2 هسه انا اخوان ارد ارجعها رجعها للاصل مالتي لان سويت لها كوانتايز رجعها للاصل مالتي خليها كوانتايزيشن بس شنو من صفر من ناقص 1 الى 1 بس شنو سيجنال كوانتايزيشن سويت لها اخوان كوانتايز سيجنال بس شنو البيك تو بيك ماله من ناقص 1 الى 1 ورا ما عندنا كوانتايزيشن اسوي لها ستيم اخوان هذه هنا ستيم للاكس ما ادري شنو هي اسوي لها سامبل ستيم للاكس ال او 5 اسوي لها كوانتايز هم سامبل والفرق بيناتهم اخوان يعطيني الايرور شوف الايرور راح يساوي الاكس ما ناقص الاكس انا كيف نعطاني كوانتايزيشن ايرور وراح شنو الاحظه هسه اخوان انطيكم اوضح لكم اياها لو تلاحظون هذا النتائج اللي تظهر لكم عندما ان كول 3 شوف اخوان راح تشوف هذا اللون الاحمر الازرق هي الاكزات يعني الاكس مالتي وسوي لها شنو كوانتايزيشن هذا الاكس مالتي سويت لها ستيم سويت لها سامبل اللي هي الاكس مالتي هي سيجنال سينوسايدال سيجنال مالتي وسويت لها سامبل من سوى عملت الاخوان سامبل ايش صار عندي؟ طلعت لي هذا السامبل سيجنال مالتي مره ثانيه سويت لها كوانتايزيشن يعني مثل ما شرحناها بالتفصيل وسوي لها ستيم اسوي لها كوانتايزيشن هذا اللون الاحمر راح يعطيك الليفل مالتك هذا اللون الاحمر مالتك وينطيك شنو سامبل للسيجنال مالتي شنو بعد ما سويت لها شنو كوانتايز لاحظ اخوان الليفل مالتي من واحد الى ناقص واحد بالنسبه للسيجنال مالتي الاعتياديه والكوانتازي سيجنال مالتي هذا الايرور اخوان هو الفرق بيناتهم شنو هذا الايرور مالته فرق بيناتهم هذا الايرور اخوان يقل شوفها فور ان كل ثلاثه والصامله بريد مالته شنو بوينت او فور هذا يقل عندما ان تزداد يعني لو اخذ الان مالتي مثلا 8 راح الايرور هذا مالتي يقل اذا اخذ الان 10 بعد اقل اكثر يقل اذا اخذ الان 16 الورد لينث مالتي
يعني شنو واحد يقول شنو الوورد لين؟ يعني هذا اللفظ أنا بكم بت مثله؟ يعني هذا اللفظ مالتي كم بت مثله؟ أمثله ب 3 بت، ب 5 بت، 4 بت، 8 بت، 10 بت، 16 بت. دائما اخوان بالديجيتال يمثلون بين 10 بين 10 الى 16 بت للوورد لينث. تعمد النمبر اوف لفل ماي كوانتيزيشن از ذات، فالايرور ماي كوانتيزيشن ايرور اقل، والوورد لينث تكون شنو قيمتها عاليه على ما شنو نقلل الكوانتيزيشن شنو ايرور مالتي. الدسكشن اخوان تقولون شنو هاي ديجيتال كنترول؟ واحد يقول لك شنو ديجيتال كنترول؟ كل ديجيتال كنترول مثل ما انا افتهمته عند الكنترولر شنو عباره عن كمبيوتر، اما تكون مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر وتحشون عليها كم حكي وتنطون شنو بلوك دايجرام يبثل لك عليه. وات از انالوج ديجيتال كمبيوتر؟ يقول انالوج ديجيتال كمبيوتر تحول من انالوج سيجنال الى ديجيتال الى ديجيتال، وتكون هي من ساملر زائد كوانتايزر. الكتريك سيركت هذا اخوان اكو دوائر الكترونيه مثل ما اخذنا انتم في الصف الثاني، يمكن حد سويتوا عليها تجارب اظني، مثل طريقه اللادر. شنو اللادر؟ لا الريزستر لادر يعني ار 2 ار ار 2 ار اوبريشن الفار مربوطه عليه، اتذكرونها؟ انا متاكد لا انا كنت مطيه تجارب مطيه بصف الكترونيك بصف ثاني جيت مدرسها. واكسبلين ذا افكت اوف سامبلينج تايم اند ذا نمبر اوف وورد لينث اند كوانتيزيشن ايرور. راح تلاحظون انتم عمليا بالبرنامج انفذ لكم اياه، كل ما تزيدون نمبر اوف ان راح الكوانتيزيشن ايرور هذا يقل، وكالكوليت ذا كوانتيزيشن ايرور. كوانتيزيشن ايرور شلون احسب اخوان؟ شلون احسب الكوانتيزيشن؟ الفالتيه بيك تو بيك، ايش قد عندي بيك تو بيك؟ هذه ماينص واحد الى واحد مقسومه على 2 تو باور ان ناقص واحد. ايش قد عندي 2 تو باور ان ناقص واحد؟ اقسم على 2 تو باور ان في بيك تو بيك على 2 تو باور ان ناقص واحد، اطلع شنو الكوانتيزيشن ايرور. سمعتوا الطلاب؟ نعم استاذ. هذا اخوان شو اسمه عندكم البرنامج مكتوب اخوان، هذا البرنامج مجرد تسوي له راح تسوي له تاخذوا له كوبي بيس تنزلونه على الماتلاب، وراح اسوي شوف هسه امثلكم اياه بالماتلاب شوف شو يصير عندنا. اساس اصير لكم مشاركه للماتلاب، مشاركه للماتلاب للبرنامج مالنا. هسه خلنا نسوي تجربه اكسبيرمنت نمبر 1 اكسبيرمنت نمبر 1 بس خل اعمل شير للتجربه وندو. هسه تلاحظون مو البرنامج مصطفى تلاحظ مو؟ نعم استاذ واضح. خوش واضح خوش. هسه لو ننطر شوف اخوان ننطر لاحظ اخوان شوفونا هسه لاحظتمو لحتى السيجنالز مالتك مو تمام؟ شوفونا شوفونا النتائج لما تشوفون انتو؟ لا استاذ بس البرنامج واضح. هل ما شفتوا النتائج؟ لا يا امي ما هو يعني هي نفس التظهر هسه اعطيكم اياها يجوز نسوي شيرنج مره ثانيه الله صار الشكل يعني لازم ما تلاحظون مو؟ لا استاذ ما جاي اظهر فيه. البرنامج موجود قدامكم؟ اي نعم استاذ موجود. انا راح اعطيكم البرنامج جاهز اخوان، لا تلاحظون نفس النتائج راح تظهر عندكم. نفس النتائج تظهر عندكم، بس مجرد اكو راح تغيرون انتم اخوان شوفوا. انا كاتب لكم سي ال سي شوفونه مو تمام، كلير كلوز اول مو تمام. سي ال سي انتم سهلك هذا مال بالكوماند ويندو تمسح لك شكو عندك تطلع نتائج تمسح لك اياها، كلير تمسح لك الورك سبيس. الورك سبيس لان انت ويا كرن اكو عندك قيم للورك سبيس تمسح لك اياها. الان بس الان غيروها، الان سوى 8 وشوف شو يطلع لك بالايرور وطلع النتائج، والان سوى 10 شوف شو يطلع لك النتائج ومثلها، بس راح تغيرونها الان. بعدين الفريكونسي مالتك هذا الصامل بريود بدل هم خليها ان 3 هذا 0.05 من جاي لان انا كان عندي الفريكونسي مالتي 20، زين اذا صار عندي 10 يصير بدل ما يصير 1 على 20 راح نقسم 1 على 10 واكتب هذه. بقيت البرنامج نفسي اخوان. وراح اعطيكم تكون البرنامج انا مجهز ما حد يقول انا كوبي بس سويت له. راح اعطيكم البرنامج جاهز ان شاء الله. تمام استاذ.
استاذ. نعم، من عندي سؤال اخوتي على المختبر على هذا اسال تدللوا. استاذ بس متطلبات التقرير. متطلبات التقرير اكسبيرمنت نمبر 1 التايتل انالوج تو ديجيتال كونفرتر. خوش الاوبجكت هذا ثلاث نقاط مثلا تو ستدي متان عمل الانالوج تو ديجيتال كونفرتر وراها مال كوانتايزنج ايرور. خوش تكتب عندنا ثلاث نقاط بعدين الريزلت مالته البرنامج سوي لي كوبي بيست لو اكتب البرنامج خلو كوبي بيست عندك تيسر عندكم دوكيمنت مو تمام جيبوا هذا البرنامج اكتبوا واكتب لنا النتائج والديسكشن ورحمة والديك. استاذ النتائج تقصد يعني نغير قيم الان والاف؟ هذا انا هسه انا معطيكم قدامكم معطيكم مثلا الشاند الاشاره مالنا الاكس ساين مو تمام والان كانت مثلا ثلاثه والفريكونسي الفريكونسي الصامل جريد كان واحد يعني كان 20 فانا الصامل جريد طلعته 1 على 20 طلعته 0.05 انت بدل ما كانت 20 هي راح اقول لك سويها 10 فتقول الصامل جريد يصير 1 على 10 يصير 0.1 مو الشكل؟ اوكي والان مره تاخذها 8 مره تاخذها 10 يعني بس تغيرون قيمه الان بدل ما 8 مكتوب عندك بالماتلا بس اشوف البرنامج سويها 10 بس الان غيرها 10 غيرها 8 راح تطلع لك ثلاث انواع من النتائج بعدين ارجع غير الفريكونسي الفريكونسي ايش قد صار بدل ما كان 20 ايش قد راح يصير الفريكونسي يصير عندي ايش قد مثلا راح يصير عندي 10 اصير بقول شنو السانوك بريود يصير 1 على 10 تي يصير 1 على 10 يصير 0.1 وعيد 3 و8 و10 ايش راح يصير عندكم يصير هذه كل المطالب مالكم تخليكم تشتغلون اكثر عدل بعدين بالامتحان واحد خاف يقول ليش يعني اعطيتنا الساوتوث بالامتحان بدل انا ما اجيب لك يا ساين راح اجيب لك يا مثل الكوساين ما اجيب لك يا كوساين اكتب لك يا ساوتوث ما اجيب لك يا ساوتوث نفس العمليه ما تختلف كل شيء اجيب لك يا شنو اجيب لك يا مثلا رامب واضح واضح استاذ انا اعطيتكم الساين الكوساين بس بدي لك كوساين ال الساوتوث اساس راح هذا راح تلاحظون السيجنال هذا لكم انتم خاف تجي بامتحان بدل ما اقول لك ساين اقول لك سوي لي ساوتوث انت عندك يعني البرنامج بس للاطلاع وانما مو موجوده بالتقرير بس انت اطلع عليها شوفها تشتغل شوف انا كاتبها تشتغل هي اطلع عليها بامتحان بس مو شرط تجيك ساين جوز تجيك كوساين جوز تجيك ساوتوث جوز تجيك رامب واضح اخوتي البرنامج نفسه انت ما تغير به فقط بس بدل ما ساين تكتب تكتب كوساين بدل ما تكتب كوساين تكتب ساوتوث واضح واقول لك الان بدل ما الان 8 اقول لك الان 10 بدل ما الان 10 اقول لك الان 16 واقول لك احسب لك كوانتايزيشن ايرور استاذ وكل رسمه ندرج يعني الرسمه مع الان مثلا عند الثلاثه ندرج وهكذا ايه قول هذا الان 3 والفريكوانسي مثلا كان 20 الصامل جريت مثلا 20 الاف صاملر كان 20 هكذا اخوان استاذ نحن عندنا ثلاث قيم للان ثلاثتهم راح ناخذهم عند التردد 20 ونرجع ناخذ نفس الثلاث قيم بس بالتردد 10 يعني راح يصير عندنا 6 عاشت ايدك او جزت احسن مني والاشاره تتغير لكم من تغير نوع الاشاره بدل ما ساين تغير شنو الى بس اعطيكم شغله من تنفذون البرنامج اكتب اي شيء جوا ماكو بالورك سبيس جوا هذا بال الطلاب ينتاج جوا الورك سبيس جوا البرنامج اكتب بلوت تعرفون شو جاي يصير اكتب بلوت اكس راح يظهر لك الاكس سينوسويدال من ناقص واحد الى واحد اكتب بدا ما اكتب بلوت فقط اكتب بلوت اكس بين قوسين اكس بلوت بين قوسين اكس ان وين راح تشوف هي مو كان البيك تو بيك من ناقص واحد الى واحد راح تشوفون عملناها شيفتنج مين هي من ناقص واحد الى واحد اذا البيك تو بيك كان اثنين سويناها من صفر الى اثنين صارت الاكس ان اوف اكس ان اوف 3 مثلا انا اذا عملها شنو على الكوانتايزيشن ليفل انا الان ماخذها ثلاثه ايش قد لازم يصير الامبليتود كله يصير ثمانيه فاذا شو اسوي اضربها 2 بار ان ناقص واحد لان اكو واحده من الان هو انا جايبه من صفر لاثنين لان كل ان تنطيني من صفر لاثنين زين انا واحده من ماخذها اذا الان اقلها مقدار واحد اضربها اقول اكس ان 2 مضربها 2 بار ان ناقص واحد راح اسوي شنو؟ اسوي سكيل للليفل مالتي من صفر الى ثمانيه اسوي له كوانتايز يعني اقربها للليفل مالتي اللي هو الليفل مالتي راح اسوي ثمانيه
لازم اقرب للسبعة، يسوي له كاتنج للسبعة. لا بس اكتب بلوت اكس ان 4 اللي سويته فلور. فلور راح هو سنه خلينا شنو للف الاعلى للفل مالتي اللي هو 2 تبور ان ناقص 2 تبور ان اللي هو 8. يصير لك يا من صفر للسبعة، بس سبعة راح اعطيك اياها سبعة يعني اشاره هذا الطول. بعدين ارد ارجعها انا سويت لك كوانتايز ارد ارجعها. انا ضربت 2 تو ان ناقص 1 اقسمها على 2 تو ان ناقص 1، سويت له شيفتنج مقدار 1 اسوي له هسه شيفتنج مقدار ناقص 1 ورجعها للاصل. زين اذا جاتك بالامتحان الكوساين او الساين مو انا كاتب الساين بلوتيد مالها 1، شلون واحد يعرف البلوتيد؟ بس كاتب ساين، لو تلاحظون ساين اوميجا، ساين اوميجا مثلا الاوميجا 2 باي في الاف، والاف اللي هو قيمته 1 في التي اس. لو بالامتحان انا كاتب لك 2 هذا 2 اخوان معناته الامبلتيود صار من ناقص 2 ل 2. اذا كاتب 4 الامبلتيود صار من ناقص 4 ل 4. فمن ترفع تسوي له شيفتنج الاكس مو تكتب اكس الاكس ان وين يساوي لنا اكس مو بلس 1 بلس هذا الوين هذا قيمه الامبلتيود. شقد الامبليتود صاير نازل جوه ارفع له فوق مثلا انا كاتب 2 يصير بلس 2 كاتبه 4 4 مثل ساين تقول بلس 4 وهكذا اخوان لا تعرفون لقدام ملاعب الامتحان. واضح مصطفى خضير؟ واضح استاذ واضح. اي اخوته الشكل تعرفون بالضبط ايش يصير عندكم وانتم من تسامنتنا في البرنامج يعني بس شوفوا. نعم حكم اكس 1 تطير الاكس 1 تطير حسب الامبليوت يعني اذا انطيتنا 2 راح نكتب اكس زائد 2 اي بالضبط راح يصير اكس زائد 2 لان شنو الامبليوت كان 2 لان انت جاي تسوي شيفتنج دلي عليه على مود لان الكوانتايز كلها شنو اللفلات اللفل من صفر الى 2 ان 2 تو بور ان ايش قد الان مثلا 3 راح يصير 8 لفل الصفر للسبعه يعني شلون اسوي له سكيلنج لللفل هذا منو عند السؤال اخوان شيء صار تغيير بس بالان يصير اي بس بالان قصدك شنو بالان هذا يعني الان 3 8 هذا عمود كوانتايزيشن ايرور تشوفون شنو تاثير النمبر اوف بت يعني الورد لينث ماني عندي انالوج شلون احولها ديجيتال كل ما تزداد الورد لينث الدقه ما تكون ليش كوانتايزيشن ايرور ما تقل هذا شلون تلاحظون انا شنطتكم اعطيتكم تجربه عليها وسويت لها برنامج هسه شوفون البرنامج قد هو ايش قد سهل بس ايش راح اعلمكم شغلات شلون تسوي انت انالوج تو ديجيتال برمجيا تشتغلها برمجيا شوف تلاحظ من اقول لك كوانتايزيشن ايرور شفت لك كوانتايزيشن ايرور كل ما زيد نمبر اوف بت الان تزداد راح كوانتايزيشن ايرور مالتك شنو يقل الى ان يصير صفر من تاخذ 8 اكو تصير قيمته قليله من تاخذ 10 يصير ابروتش زيرو يصير ويا الاكس اكسس اذا تلاحظونه منو عنده سؤال اخوتي بعد منو عنده سؤال احد عنده سؤال طلاب استاذ نعم اسراء عفوا استاذ انا مدير الجروبات مال المختبر كل اربعه صار سوا ابراحتكم اسراء كيف الواحد احنا جروبنا يظل ثلاثه ما يصير ظلوا ثلاثه يلا تمام استاذ شكرا شكرا